ما شاء الله تبارك الرحمن. القهوة إذا بغتوها تطلع مضبوطة خلوها تغلي تطبخ نفس كذا يعني. هذا قهوتنا ما شاء الله. يا صلاة على الرسول. على البركة على البركة يا عم أبو الله علي، يحييك، الزواج حياك ولد الله، الأخو. حياك الله يا حيا دكتور. الله عم أبو علي، شرفنا بعد قلبي. القهوة منين ذي يا شيخ عادل؟ قهوة هذا أنت، هذا اللي جبته انا هذا اللي ما جبت شاء الله بس على تعدل. اللي سويه يا عم أبو ايوه علي، انا اللي مسويه صدق، مو على اللي القهوة. يسويه حماد. بعد قلبي والله حياك الله، فرحنا والله في زواجكم، إن شاء الله دوم الأفراح. لين جيت عاد والله يا أبو علي شو نسوي؟ انا قال حق ابو يوسف ما عليه يا اطلب ابو علي، كلك ان شاء الله وانا نجي على جاي. عرس العيال ان شاء الله يا رب. سهل الله، يعطيك العافية. حبيب قلبي.